ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعد على ما نفعه قاصد. نعم، المتعدي أفضل من القاصد، المتعدي أفضل من القاصد. ولذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه أصحابه ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا سقط الصوام ما فعلوا شيئا، وقام المفطرون ببناء ما يحتاج وبسقيا الركائب ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والحديث في الصحيحين، لأن فعل المفطرين متعدي وفعل الصائمين قاصر. نعم.